الجزء اللي بتسألي فيه ده موجود في مادة 341 من قانون العقوبات. سمعيلي كده مادة 341. لا ما أنا أكيد يعني مش حافظة القانون كله. الله يمسيك بالخير يا أستاذ خالد، وأنا في سنك كده كان يقولي سمعي كنت أنتعله بالصفحتين تلاتة. لا يا أختي لازم تبقي حافظة القانون كله، وربي وما أعبد لكوني حافظة القوانين كلها يا منة، شئتي أم أبيتي. مادة 341 عقوبات بتنص على كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو أكرم رمى اليمين على مريم وساب لها البيت ومشي. أهلا. إيه؟ جهزت ربع مليون جنيه بتوعي ولا لسه؟ لسه. بتزعل منك يا أبو صلاح. أصل أنا خلاص لقيت هدفي في الدنيا اللي بدور عليه والمهنة اللي همتعينها. اللي هي إيه بقى؟ صياد فرص. حلو. بس والله يا مدحت كويس انك جيت دلوقتي، او على الاقل الاقي حد يونسني. الوحيده اللي كانت بتونسني في الاوقات دي هي نعمه، وانا ونعمه دلوقتي عاملين زي القط والفار. بس المشكله بقى مدحت ان انا الفار. وانت عايز ايه يا صلاح بالظبط عشان ما بقتش فاهمك؟ نفسي ارجع لراحه البال. تخيل يا مدحت ان انا جالي رساله وسمعت سارة بتتكلم عليا وبتقول انها متجوزاني عشان خاطر فلوسي. يعني انا راجل متجوز اتنين غضنفر، واحده متجوزاني عشان خاطر فلوسي والتانيه مش عارف عاوزه مني ايه. تسمع من اخوك اللي مداينك بربع مليون جنيه؟ اسمع، سارة دي صد الله اسطوانه الفقر لحد ما تجيب اخرها. ماشي. نعمه بقى شغلها اسطوانه الحنان. نعمه بتحبك مهما عملت هتفضل تحبك. سألنا انا. اشمعنى؟ ليه بتقول كده؟ اصل انا رحت لها وقلت لها ان انا ممكن ابلغ عنك في موضوع محمد. تديني مليون جنيه البسك يعني. بس حصل حاجه غريبه قوي يا اخي. اديتني 100,000 جنيه وقالت لي اسكت خالص. وعدتني ان انا لو كتمت عن الموضوع هتكملهم لي مليون. نعم عملت كده؟ اه والله تخيل. فانا شايف بقى يا صاحبي ان انت تجهز لي ربع مليون جنيه بتوعي عشان ما بلغش عنك، فنعمه تنبسط مني وتكمل لي المليون جنيه، وكده ابقى هبط منكم انتوا الاثنين وكله طلع مبسوط. تطلقي يا مريم؟ اتجننتي؟ اللي حصل؟ وبعدين هو اللي عمل كده مش انا اللي طلبت. اتخانقنا بعد ما جينا امبارح، راح رامي عليا اليمين ونازل. اقولك الصراحه حتى لو عندك حق بس انت حركتي يا مريم. الواحد ما بتصدق تلاقي راجل محترم علي كده وحوطي على بيتك وجوزك، وبدل ما تفكري في هد البيت فكري ازاي تكبريه وتخلفي وبطلي تأجيل وما تعمليش حساب الرزق. اللي بيحسبها الرزق بيطفش منه. في اللي بيقف وش الشيطان اللي بيوزك بحاجات مش موجودة غير في دماغك وبس. قسما بالله اي مشكله تانيه بينكم مش هتدخل. يلا ست محروسه سيبيهم بقى هما الاثنين يولعوا. ردها يا زفت. وانت يا مريم اما يردك البسي له حاجه حلوه كده وتدلعي الكلام. يلا ست محروسه.
أنا آسف. أنا اللي آسفة. بقى بذمتك مش الوقفة دي أحلى مليون مرة من المطاعم بتاعت نظرية الشوكة والمعلقة بتوديها لنا؟ آه. أنا نفسي أفهم هي الطبقة اللي أنت منها دي عايشة معانا في المحروسة؟ المحروسة دي اللي هي تبقى صاحبتك بتاعت القهوة؟ يا لهوي أهو ده عيب الأغنياء ما يهزروا. سيء. بالعكس حلو على فكرة عجبني جدا. والله. خير يا سيد الناس. عايزني في ايه؟ صراحة كنت وحشاني وعايز اشوفك. بص يا ياسين انا مستجدعاك. كملها معايا جدعانة بقى للآخر. انا المفروض دلوقتي ست على ذمة راجل. اي نعم راجل زبالة بس برضه الكلام ده ما يصحش. اللي بيحترم بيحترم نفسه والمهزأ لقن على نفسه وعلى منه. انت كبرت الموضوع كده ليه؟ انا اسف. ده خدينا في المحترم وفي المهزأ وفي اللي منه. خلاص يا ستي لو كنتي وحشاني ولا عايزه اشوفك تمام كده؟ حتى لو حاسس حاجه يعني تعرفش قدام فيه ايه؟